نبدأ بالتركيب التجريبي الأول. عندي مصباحين، شوف من واحد منهم على التوالي مع وشية بوبين. أشن هي الوشية؟ الوشية هو واحد الملف بحال هذا، فيه سلك موصل يكون مغلف رقيق، ثم كنلويوه على واحد شي حاجة عازل كنحصلو على وشي يعني مثال هادي اللي غندرسو من بعد. أنا خديت هنا فقط هادي صغيرة، هادو فقط راه غير تبدت بيهم هاد المصابيح هادو باش يبقاو يبانو لي. نرجع للتركيب التجريبي السابق، إذا عندي الموالد هنا أنا استعملت 3.3 فولت، إذا هنا غنضغط على هذا باش نغلق الدارة. ثم لاحظوا جيدا شنو غيوقع، غيوقع والو، شكون معرف شي حاجة هنا ماشي هي هاديك، شي حاجة ما لاصقة مزيان، دريزنا هادي. نغلق الدارة، نعاود مرة ثانية، نعاود كتلاحظ بأن هذه كتعطل في الإضاءة كتسبقها هذه. أنا نعاود دابا نحيد هذه وندير مباشرة بدون استعمال هذا الملف. الآن كلها صبحوا كيضويو في نفس الوقت. انطلاقنا هذه التجربة هذه شنو بان لك شنو هو الدور ديال هذه الوشيعة في هذه الدارة الكهرباء. اذا باش نفهموا علاش نحاولوا ندرسوها وننتقلوا للتركيب التجريبي الثاني. اذا ندرسوها عندما تكون على التوالي مع واحد الموصل الاوم، ولا غادي نشوفوا التركيب التجريبي الموالي.